بعض الخبز. أنا أشعر بالجوع أكثر منك. منذ يومين لم آكل شيئا. لعلهم جلبوا لنا الطعام من يثرب. ربما. يا أبا رافع، اذهب وقل لرسول الله أن يكف عن هذا الحصار العبثي. الذي تقوله يا عبد الله؟ أنا أقول خيرا. إما أن يهود خيبر من سيقتلنا أو الجوع. ماذا هناك؟ ماذا تفعلون؟ أبا صالح، إن الله قد أنزل الطعام على بني إسرائيل من السماء وأرسله إلينا من الأرض. أين محمد؟ أين أجد محمد؟ من ذاك الرجل؟ إلى أين تأخذونه؟ إنه راعي الخيبريين. مع 50 خروفا أيضا. الحمد لله الذي لم يجعل للمسلمين أجنحة. لقد هيأ الخيبريون لنا الطعام بأنفسهم. أطلقوا سراحه الآن إلى أن يحكم رسول الله بشأنه وشأن أغنامه أيضا. لقد أصدرت الحكم عليه. يا للطمأنينة معك. هل تؤمنون بأنبياء اليهود؟ كل الناس يؤمنون به، ولكن بالطريقة التي حدثنا الله فيها عن أولئك، لا بما هو شائع فيما بين اليهود. لقد أمضيت عمري بين اليهود، ترى هل يقبلني الله؟ إنه واسع الرحمة. هل يقبلني؟ راجع قلبك، ما الذي تراه هناك؟ أرى الضياء. تلك هي العناية الإلهية. أرجوك اجعلني معك يا محمد. الله أكبر، الله أكبر، لقد أسلم هذا الرجل، لقد أصبح مسلما. يا رسول الله، الآن بات أمر هذه الأغنام كلها بيدك، كل ما تأمر به سيدي مطاع لدي. أعيد كل هذه الأغنام. يا رسول الله، نحن جائعون ولا نملك أي طعام. كما سبق أن قلت، هذه الأغنام كلها من اليهود. نادوا عليهم ليفتحوا باب القلعة ويأخذوها كلها. يا رسول الله، إنها غنيمتنا في هذه الحال المزرية. الغنائم هي ما نحصل عليه في الحرب فقط. يا لوقائع هذا القلب التي جعلتني أتحدث أمام جمالك. لقد حظيت بنهاية صالحة. ألي كوني أصبحت مسلما؟ ابقوا واشهدوا نهاية هذا الرجل الصالح. هذا لأنك عزيز ومرحب بك لدي. اجعلوه منكم وقدموا إليه المأكل، حيث إنكم لن تروه بعد هذه الساعة ثانية. الحمد لله، أنا مسلم الآن. افتحوا باب القلعة وخذوا أغنامكم أيها الخيبريون. لا تخافوا،
لا شأن لنا بكم. يا أبا الأسود، ألست أكلمك؟ أدخل أيها العجوز الخرف. قلت أدخل. أيها العجوز الخرف أكلمك أنت.